هما دايما عندهم احساس بالهشاشه، ده من اوائل الاوائل يعني. فحد يقول كلام غير كلامهم ولو من اي اتجاه، صوفي معتزلي، بكلمك عن القرن الاول مبكر جدا، يعني يتكالبوا عليه والاحسن يقتلوه، وكانه الاسلام العظيم ممكن ينهدم بشخص. فالضعف والهشاشه دي فيهم مش في الاسلام، في عقيدتهم، في افكارهم. اتنين، اعتقد انه طبقة رجال الدين لما ظهرت ولم تكن في الإسلام طبقة رجال دين في عهد النبوة، ولم يرضى بها ولم يأمر ولم يرضى عنها، لما طبقة ظهرت وتكلست يعني كده في القرن البداية الثاني، عرفوا بذكائهم الفطري إنها مربحة ماليا جدا، فقرروا إن دي كنز لا يفنى ولا يجب أن نتركه يفنى ولا يجب أن يقترب منه أحد بعقلنا بتبسيط بنقد. لا، على فكرة هم في بعضهم بينهم نقد ومشاتمات، أنا بقولها لك نصا، لو الناس عرفتها يعني هيصدموا، قال أنا أو غيري كنا بننقدهم. لا، ده هم بينهم بعض يعني كلام من نوع تاني بقى، كلام يودي المحكمة يعني، لو قيل اليوم يودي المحكمة.